رفيق شاب قدم من العاصمة وفضل الاستثمار في المجال الفلاحي، فكانت الوجهة محيط السرك ببلدية أوماج ببسكرة، وخلال سنوات قليلة تمكن من تحويل مساحات شاسعة من أراضي بور تنبت الأشواك إلى أراضي خضراء بنحو 20,000 شجرة مثمرة، وهو يعد بالمزيد إن توفرت الظروف. عندنا حوالي 12,000 شجرة تاع زيتون من نوع شملال. المزرعة أنشئت في سنة 2015، الزيتون مغروس 2016 دخل في الانتاج العام السنه الماضيه، وعندنا حوالي 2500 شجره تاع رمان من نوع سفاري سون بيبا، وعندنا 2000 شجره عنب من نوع موسكا فيكتوريا. ولان الماء ضروري للفلاحه وفي ظل غياب الكهرباء تنقل القوابل هذه الماده لمسافه تصل الى 2 كيلومتر، وهو احد اهم العوائق لرفيق. وشنو لازم شويه مجهود من عند الدوله. انا المشكل اللي عندي الكهرباء اني جايبها حوالي 2 كيلومتر، وعندنا مشكل تاع الطريق ثاني. هو مجهود كبير اعطى نتائج ايجابيه لتغيب لمسه المرافقه التي باتت ضروريه للاستمرار. الحاجه اللي تغرسها تقول لك اني هنا، وشنو عندنا شويه صعوبات نطلبوا من السلطات كيما الكهرباء، رانا جايبينها 2 كيلومتر واش الطريق راهي ثاني حالة. هو استثمار واعد امتد من النشاط الفلاحي إلى تربية المشية، ويمكنه أن يحقق نتائج جد إيجابية إن توفرت الظروف الملائمة من تسوية العقود إلى الكهرباء ووصولا للتسويق.